لسه مع اخبار كره اليد والخبر القادم من اللجنه المنظمه لبطوله العالم اللي اعلنت ان هي هتستعين بالثلاثي كل من الاعلاميه جاسمين طه والفنان خالد النبوي وايضا الفنانه انجي المقدم، وذلك لتقديم حفل قرعه كاس العالم لكره اليد واللي هيقام في منطقه الاهرامات ان شاء الله يوم السبت القادم. حفل القرعه هيشهد تواجد ممثلي المنتخبات المشاركه ومسؤولي الاتحاد الدولي للعبه وكمان الاتحاد المصري، ويتم خلال هذا الحفل سحب قرعه البطوله. طبعا زي ما حضراتكم عارفين هيتم تقسيم المنتخبات الى 8 مجموعات، كل مجموعه ان شاء الله هتضم 4 منتخبات، ويتاهل اول 3 منتخبات في كل مجموعه للدور الرئيسي.